تتواصل فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط كايرو آي سي تي 23 في دورته 27 بدعم ومشاركة بعض الوزارات وتمثيل حكومي رفيع المستوى. وعلى هامش المعرض شهد وزير المالية محمد معيط افتتاح الدورة 10 لمعرض الشمول المالي الذي ينظمه البنك المركزي لاستعراض جهود البنك في مجال الشمول المالي. وقال معيط خلال كلمته إن هناك حزما كبيرة من الخدمات المالية تقدم في كل المجالات، وأن وزارة المالية تعمل بالتكامل مع البنك المركزي على تعزيز الاستفادة من كل الخدمات الإلكترونية لنشر فكرة التمويلات الإلكترونية ومواجهة تحديات الأنظمة المالية لتحويلها لأنظمة إلكترونية، ومنها العمل على الفحص الإلكتروني للضرائب. وللمزيد حول فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. إليك محمود. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نحييكم من مركز مصر للمعارض الدولية حيث نتابع معكم تفاصيل الدورة 27 للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت شعار دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل. هذا المعرض والمؤتمر الذي يضم نخبة كبيرة من المؤثرين والفعالين في مجال التكنولوجيا والتطور التكنولوجي من مختلف المجالات يتشاورون ويتحدثون ويتبادلون الخبرات المختلفة في كل المجالات الإلكترونية أو التكنولوجية في كل المجالات. يعني أجرينا جولة اليوم في هذا المعرض، رأينا عدد كبير من الشركات سواء المتخصصة في الأدوات أو الآلات الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية أو حتى في أنظمة الدفع الإلكتروني، وهذه نقطة مهمة بها عدد كبير من الشركات اليوم الخاصة بالدفع الإلكتروني. وأيضا نتحدث عن مشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية لتقديم كل خدماتها التكنولوجية، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات المصرية المشاركة. هذا المؤتمر وهذا المعرض يأتي بالتزامن مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها مصر والتطور التكنولوجي في مختلف المجالات. وكما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بأن التطور التكنولوجي على أولوية الأجندة المصرية، فبالتالي هناك عدد من الوزارات المشاركة. رأينا اليوم على سبيل المثال وزارة العدل التي يعني أحدثت تطور تكنولوجي كبير في الأنظمة الرقمية الخاصة بها فيما يتعلق بالتحول الرقمي للشهر العقاري وأيضا الجلسات المحاكم. أيضا وزارة التربية والتعليم التي أتاحت بعض المواد التعليمية على مواقعها المختلفة وإصدار بعض التطبيقات الإلكترونية التعليمية للطلاب، وأيضا وزارة الصحة التي استطاعت أن تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي بالتعاون والتنسيق مع مركز دعم واتخاذ القرار لتوفير الأسرة، الحضانات، سيارات الإسعاف بالتواصل مع المواطنين في أسرع وقت. أيضا شهدنا الشركات العالمية تحدثوا عن أن هذه فرصة لتبادل الخبرات وعرض أيضا كل الخبرات التكنولوجية التي وصلت إليها هذه الشركات. هذه هي الصورة من داخل مركز مصر للمعارض الدولية لمتابعة هذا المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا. والآن عودة إليكم مرة أخرى.